السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد المشكل اللي طاري بزاف ديال المربين ديال الارانب، وهو قلة الانتاج. وهو يعني احنا كنقولوا اما غادي يكون الديفو من النتوى او يكون الديفو من الذكر. كنبقاو نبدلوا النتوى، كنبقاو نبدلوا الذكر، كنقولوا يعني راه كاين واحد المشكل. المشكل الاساسي ماشي من النتوى ماشي من الذكر، المشكل ان الا ما عطيتهمش واحد النوع من الفيتامينات راه كيوليو ما كيعطيوش الانتاج، واخا كيكون التلقيح في البدايه ما كيكونش التلقيح، ولكن من بعد كيولي الذكر حتى هو ما كيبغيش كاع يلقح لانه ما خداش واحد النوع خاص من الفيتامينات. هاد الفيتامينات هو اللي بغيت نهضر عليه في هاد الحلقه هذه. وفي الحقيقه هاد الحلقه راه هي حصريه، ويعني من لابد ما تداع في هاد الايام، لان لي كومونتير كيجيوني بزاف كيقولوا بلي ما الانتاج قل عندهم، كاع الناس الانتاج قل عندهم، ما بقاش عندهم يعني الخلفات، يعني النتوات ما كيولدولهمش. اذا هاد الفيتامين اسمه هو، وهو هانتوما كما كتشوفوا معايا سوبر لاير. هذا عباره عن اوكسيتيتراسيكلين. يعني انا ما عنديش درايه بهاد يعني الفيتامينات اللي مكتوبين هنايا، ولكن على حكم التجربه ديالي هذا ما كاتبين فيه فيتامينات، ودايرين فيه بزاف ديال الفيتامينات، في فيتامين ا دي 3 ا 4، المهم كاتبين بزاف ديال الفيتامينات هما هنا، ودايرين كيفيه الاستعمال. انا هاد الفيتامين راني شرحت هاد الحاله لواحد البيطري، هو اللي عطاه لي هاد الفيتامين. راه مهم ومهم بزاف بالنسبه احنا كنقولوا الانتاج، يعني اللي ما عندوش الانتاج وبغى القنينات ديالو يولدوا، راه هاد البيطري نصحني بهاد الفيتامين، لان هو طبيب بيطري في الحقيقه، واحد الصديق ديالي هو اللي نصحني بهاد الفيتامين. قال لي الا قل عندك الانتاج وما بقاوش كيولدوا عندك النتوات، اعطي هاد الفيتامين للذكر والنتوى بجوج، يعني كديروا لهم في الماء وفي الماكله بجوج. اذا كيفيه الاستعمال وهي كالتالي. انتما هو اولا كيتعطى ماشي غير القنين، راه كيتعطى الدواجن والماشيه، كاع كلشي كيتعطى لهم هاد الفيتامين. عقلوا على السميه ديالو سوبر لاير. الثمن ديالو 25 درهم. 25 درهم ها هو هنايا كاتب لي كيفيه الاستعمال. كاين معلقه في نص لتر من الماء، ومعلقه كديرها لهم مع الماكله مع الاكل، يعني هادشي لمده 5 ايام. يعني معلقه ديال هو عباره عن غبره بودره كما كتشوفوا، واحد البودره كديرها لهم في يعني معلقه مع نصف لتر ديال الماء، معلقه مع نصف لتر ديال الماء، ومعلقة مع الماكلة. مع الماكلة يعني ممكن أنكم تخلطوه لهم مع النخالة وتلونوا لهم بواحد الماء دافئ وتعطيه لهم. راه هاد يعني الفيتامين راه يعني شي حاجة إن شاء الله اللي غادي تفيدكم، وغادي تفيدكم بزاف. إذا الثمن ديالو قلنا وهو 25 درهم. كيفية الاستعمال احنا هضرنا عليها، نص عفوا ملعقه في نص لتر ديال الماء، وكتبقى تعطيوهم كاملين. وهو كيتعطى لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى، بجوجهم كيتعطى لهم هاد سوبر لاير. هذا فيتامين ماشي فيتامين غير ديال الحيويه والنشاط، وانما الفيتامين ديال باش يسخن الذكر وكينسخن النتوى، كتولي ديك الهرمونات ديالها كيتزادوا عند النتوى، والذكر كذلك يتزادوا الهرمونات وكيسخن، وممكن انه يبقى يلقح بدون توقف ان شاء الله. والنتوات كذلك، النتوات اللي فيهم مشكل حتى هما ممكن انهم يتصلحوا بهذا الفيتامين. وكما كتلاحظوا راني حطيت لهم نصحني بالسيكاليم، ولكن السيكاليم ماشي ديال
ديال الحليب وانما ديال التسمين. في البدايه قال لي دير لهم الفيتامين ديال التسمين. دابا كما كتشوفوا هذا راه فيتامين خاص بالتسمين. غادي ندير هذا الفيتامين ان شاء الله، وغادي نرد عليكم في التعاليق ديالكم، وغادي نشوفوا مع بعضياتنا واش هذا الفيتامين صالح. هو قال لي راه صالح 100%، ولكن حنا غادي نجربوه مع بعضياتنا ان شاء الله ونشوفوا النتيجه ان شاء الله. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.